ادينا امثله بقى كده يا دكتور للادويه اللي بتحتوي على ورق اللبلب وايه موانع استعمالها. اشهر حاجه كاف بان شراب وهاي بان شراب، ايفيروس بان شراب، ايفيرو برونت شراب، في سينوك شراب، كل الحاجات دي بتحتوي على ورق اللبلب. الاثار الجانبيه ان هو لو استعملناه بجرعه زايده عن الحد، برضو لو جبنا الازازه مره واحده وشربناها اكيد غلط. ممكن يعمل قيء، غثيان، اسهال، ممكن يعمل ضيق تنفس يعني بيقلب للعكس، ممكن يعمل طفح جلدي. الموانع برضو فرط الحساسية من الدواء ده نفسه، وبرضو المرضى اللي ما عندهمش تحمل الفركتوز أو سكر الفاكهة ممنوع برضو ياخدوا ورق اللبلاب بالشراب.